سبحان الله، الخالق الناطق. من مين؟ مني، لما وقعت من شباك الاوتوبيس وانا بجري ورا زبون زوغ من دفع التذكره. اما منصور والنبي مش طالب قلش دلوقتي. يعني انت اللي ضربتهم وحصل فيك كل ده، امال هم حصل فيهم ايه؟ هتلاقيهم ساحين في دمهم دلوقتي. يا واد يا جامد، ربنا يستر بس وما يكونوش خدوا نمره عربيتك. ممكن يكونوا عملوا كده بجد؟ ايوه كده، ارجع لاصلك وخاف يا خواف. لا مش خاف، المفروض هم اللي يخافوا مش انا. تعرف ليه؟ ما هو انت كده طول عمرك بتدور على المصايب بملقاط. تفتكر هما؟ هما ايه بس؟ يا اخي دي ساره، دي سالت عليك يجي 9 مرات، قلبها حاسس ان الموضوع ورا واحده ست. اوعى تغلط، انا ما اتخانقتش عشان واحده ست. لا لا ما تخافش، هي هتفهم لوحدها. طب خش انت جوه. مفيش، دي خناقة بسيطة. انت بتعملي ايه؟ بشمشم. فتش عن المرأة. افتش فين؟ انا اللي هفتش يا بيه مش انت. يا شيخة ما تبطلي جنانك ده بقى. طب قولي الحقيقة وانا مش هزعل على فكرة. اعتبرها نزوة وعدت. كمان لبستيني في نزوة؟ الله، طب ما تقولي اتخانقت ليه طيب؟ مفيش، انا وانا ماشي لقيت 2 بلطجية خاطفين عيل صغير، فجريت وراهم ومسكتهم ورجعت الواد لامه. امه؟ وطبعا امه دي كانت حلوه وصغيره. يا شيخه حرام عليك، صغيره ايه؟ دي كان عندها بتاع 70 سنه. 70 سنه وعندها عيل صغير؟ شفت؟ قلتش حاجه انا؟ انا مش هتكلم. رد انت على ابوك. يا عم انا مالي؟ لا ما هو انت مش فاهمه، انا اكتشفت في الاخر لما رجعت لها الولا ان هي جدته مش امه. عيسى، انت عارف انا لو اكتشفت انك بتحاور عليا انا ممكن اعمل فيك ايه؟ عارف. لا يا مختار، رانيا ما قالتليش اي حاجه. عموما لما ترجع من الشغل هفهم هي عملت كده ليه. ما تزعلش انت نفسك بس. طيب حاضر، مع السلامه. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الخير يا حبيبي. لسه قافله مع انكل مختار. رانيا اختك مجننه وليد ورافضه تتجوز دلوقتي. انا مش فاهمه هو مستعجل على ايه؟ هيموت قوي كده ويتجوز على نفسه؟ بدل ما تقعد معاها وتعقلها. عقل مين يا ماما؟ انت عارفه رانيا كويس، مش هتسمع كلام حد ومش تكبر لحد. طيب اعمل حسابك يوم الخميس تيجي معايا فرح نشوى بنت طنط رجاء. قديماوي. نشوى؟ لا يا قلبي، انت. انا؟ لسه فاهمه ان بعد كل ده انا ممكن اتجوز جواز صالونات؟ ها؟ عايزين اجي معاك الفرح عشان توريني واحده من البنات الكتير قوي اللي جايين عايزين يتجوزوا. انت ما توريني شطارتك انت وتتجوز بالطريقه الجديده. يا روحي انا مش مستعجل على الانتحار دلوقتي. يعني ايه؟ هتقعد انت واختك من غير جواز؟ انت يا حبيبي اللي قدك كان زمانهم خلفوا عندهم عيال في كي جي 2 صح؟ بسمع منك للصوره دي في اليوم اكتر من 50 مره. زهقت؟ ايه؟ لازمش عشان مستعجل، انا عندي شغل. باي. باي. هيجنوني الولاد دول. لا دي عايزة تتجوز ولا هو عايز يتجوز. عجبتك الشركة؟ جدا بصراحة، ما كنتش فاكرها كبيرة وشيك كده. شكرا. شكرا كمان انك رحت تشهد في الاسم. ان شاء الله يقدروا يجيبوا العيال البلطجية دول. على فكرة انا لو شفتهم هطلعهم من وسط 1000. طب اعمل حسابك بقى ان هم ممكن يحتاجوك في النيابة. برضه جاهز. صباح الخير. صباح الخير. عيسى يا علاء، الراجل الشهم اللي انا كلمتك عنه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. علاء مدير الشركة والمحامي بتاعي وكمان جوز اختي اللي انت شفتها في السكرتارية بره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. ايه ده؟ ده مبلغ بسيط الأستاذة ما قالت لي حضره لك قصاد وقفتك جنبها. وانت طلبتيني النهارده عشان ده؟ انت تستاهل اكتر من كده. أنا آسف. اتفضل. طيب عن إذنك أنا. اتفضل اقعد يا عيسى. ما كنتش فاكرة إن موضوع الفلوس هيزعلك قوي كده. أنا مش زعلان منك. أنا زعلان من الوضع اللي اتحطيت فيه.
وخلاكي تتعاملي معايا على اني مجرد سواق انقذك من اتنين بلطجية. تقصد ايه؟ بقولك ايه؟ هو ايه حكاية الواد اللي جوه ده؟ ماله؟ يبقى رفض ياخد ظرف الفلوس من غير ما يعرف في كام. عادي يعني. الراجل عنده عزة نفس. قصدك ايه؟ قصدي اللي انا قلته. أنا بكالوريوس تجارة جيد جدا، والعربية دي بشتغل عليها عشان تساعدني في المصاريف لغاية لما ألاقي شغلانة تليق بيا. ولغاية دلوقتي ما اشتغلتش؟ اشتغلت كتير قوي، والسي في بتاعي مليان شهادات خبرة. طيب ممكن تجيبهولي معاك المرة الجاية؟ تضحك على إيه؟ أنا فعلا محتاجة محاسب شاطر. ايه اتأخرت عليك؟ لا يعني مش قوي. جبت شيكات؟ جبت الفلوس. اتفق الاول. اتفق على ايه؟ معاك 3 شيكات ب 3 مليون جنيه، هقسطهم لك على سنة. ما قلتليش كده في التليفون. قلت لي انت هتيجي تسدد الشيكات عشان ما اوديهاش النيابة. هتفرق معاك في ايه؟ ما انت كده كده هتاخدهم. لا هتفرق كتير. سدد كله على دفعة واحدة. وإلا هرفع قضية الصبح. وانت هتستفيد ايه لما تحبسني؟ اشفي غليل يا جدع. كفايه انك دخلت شركتنا عشان تنصب عليا. انا عمري ما كنت نصاب. يبقى تدفع اللي عليك. خاف مني يا ياسر يا شواربي، مصلحتك ما تخسرنيش. انت اللي خاف مني يا نعيم. الشيكات اللي معايا دي كل شيك فيهم هتاخد فيه 3 سنين على الاقل. نعيم ما تحبس، لسه ما اخترعوش كلبشات تيجي على مقاسه. على فكرة ممكن يخترعوا كلبشات تيجي على مقاس ولا ايه؟ انا